السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا لأن رأيكم يهمني. مقشر السكر بالليمون الوردي منزلي الصنع هو وسيلة لتدليك نفسك أو تقديمها كهدية جميلة، وهو منتج تجميل طبيعي بالكامل. يمكنك استخدامه على وجهك أو جسمك برائحة رائعة، وتخلصي من البشرة الجافة والخشنة باستخدام هذا المقشر، وهو منتج غير مكلف وتشعرك وكأنك قضيت يوم كامل في منتجع صحي أو في سبا. ورائحة ليمون منعشة ويرطب البشرة بشكل رائع دون أي مكونات كيميائية تضر بالبشرة. أما طريقة استخدامه، تأخذ كمية بملعقة نظيفة من مقشر الليمون وتوضع باليدين وتفرك على اليدين أو القدمين بالكامل أو في أي مكان تريدين نعومته، واترك المقشر على البشرة من مدة 3 إلى 4 دقائق واستمتعي بهذا الوقت بالراحة والاسترخاء، ثم يشطف بالماء ويجفف بمنشفة ناعمة. تخلط جميع مكونات المقشر مع بعض ثم تحفظ في زجاجة نظيفة ومعقمة لمدة 3 شهور. ومن فوائد زيت الليمون علاج حب الشباب والبثور. يوضع 3 ملاعق كبيرة جل الصبار مع 5 قطرات من زيت الليمون الأساسي و3 قطرات من زيت شجرة الشاي، وتخلط جميع المكونات وتوضع على البشرة مدة 1/4 ساعة، ويمكن عملها 2 أو 3 مرات في الأسبوع للتخلص من بثور حب الشباب، بشرط استخدام واقي الشمس عند الخروج من المنزل. من فوائد زيت الليمون التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة من العلامات المبكرة للشيخوخة وتفتيح لون البشرة. وممكن استخدام زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند في هذا المقشر، وكلها مفيدة للبشرة. أضفت للمقشر زيت فيتامين A أو H، وهو عبارة عن زيت يستمد من الفيتامين نفسه، حيث يشار دائما بفيتامين إي كواحد من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم بطرق مختلفة في محاربة الجذور الحرة المسببة للعديد من المشاكل الصحية والأمراض. ومن فوائد زيت فيتامين إي ترطيب البشرة والحماية من سرطان الجلد والتخفيف من أعراض الإكزيما والصدفية والتئام الجروح والتقليل من حكة الجلد المزعجة والتقليل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة والمساهمة في علاج حروق الشمس والحماية من الإصابة بها وتقوية الأظافر. عند الاستعمال يؤخذ مقدار بملعقة نظيفة من المقشر، عدم استعمال الأيدي في الأخذ من المقشر، ثم يدلك فيه الأماكن المراد تقشيرة بحركات دائرية من مدة 3 إلى 4 دقائق، ويترك قليلا ثم يشطف بالماء الدافئ. ولأن هذا المقشر ما في مواد حافظة ممكن تخزينه من 2 إلى 3 شهور فقط. ممكن إهدائه للأصدقاء والأقارب ويوضع عليه تاج يكتب عليه محتويات المقشر ومدة الاستخدام، أو عمله كمشروع من المنزل. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة.